دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بتفكر الأسرة المصرية أنهم يقضوا يوم أو أجازة في أي مصيف، ودايما كلنا لينا ذكريات مع مصيف راس البر، وعشان كده احنا النهاردة موجودين في مصيف راس البر عشان نقدر نقول لك ازاي تقضي يوم في مصيف راس البر. بمجرد دخولك لمدينة راس البر جوها الرائع بيخطفك، وشكل المراكب اللي على البحر بيخليك ما تشبعش من المناظر الجميلة، وبتبدأ يومك انك تروح تختار المكان اللي هتعمل فيه إقامة ليك إذا كان فندق أو شاليه، وبالمناسبة الشاليهات هناك بيسموها عشاش. راس البر ميزتها ان هي بتجمع جميع الفئات سواء كان في فنادق او في عشش الايجار. عندنا فنادق بتدار من خلال الوحده المحليه، ممكن تصل فيها سعر الغرفه ل 200 جنيه اليوم 150 جنيه اليوم، وعندنا فنادق بتسمح ب 1500 جنيه و 1200 جنيه و 1000 جنيه و 800 جنيه اليوم. بنستعد بدايه من الشواطئ، بيتم تسويه رمال الشواطئ وتجهيز المباني الاداريه فيها وتجهيز الشط بصوره كامله، وتم التعاقد مع شركه متخصصه في مجال الانقاذ اعتبارا من شم النسيم. في عندنا برضه على الشط في عربات مجهزه للاسعاف، اربع سيارات، عندنا خمس نقط خيم تجميع الاطفال التايهين. بتقضي يومك على البحر واللسان، وبتشوف التقاء النيل بميه البحر، وبتتمشى في شارع النيل وبتتسوق هناك، وبالمناسبه الاسعار كويسه مش غاليه. هنا حضرتك في اللسان بنيجي بردك على النيل، بنركب المركب نشوف الدنيا من غير جو، والدنيا زي ما انت شايف كده بنفك عن نفسنا. باجي معايا الاولاد بعد ما بيخلصوا الدراسه ويخلصوا الامتحانات بتاعهم، بعوضهم اي التعب اللي هو بيشوفوه طول ايام فتره الدراسه ويفكوا عن نفسهم. من اكتر الحاجات المميزه اللي تقدر تعملها في راس البر انك تتاجر عجل. الشارع ده اسمه شارع النيل، في عجل كتير جدا كبار وصغيرين بتأجروا عجل. احنا دلوقتي هناخد عجل. قضينا يوم كامل عشان نشوف المدينة بالنهار وبالليل. المدينة بالليل تسحر، خاصة لما تاخد أسرتك وتتمشى في الشوارع اللي كلها مطاعم وكافيهات وأماكن للتصوير وملاهي، حتى تحب تتمشى في سوق السمك. أكتر أنواع أسماك مشهورة هنا في راس البر الجمبري والكابوريا، تعالوا نتعرف على كل الأسماك هنا في راس البر. راس البر مشهورة بالجمبريات، بالجمبري والكابوريا والسبيد، دي أنا حاجة البحر بتاع بلدنا، بتاع عزبة البرج وراس البر ومحافظة دمياط يعني. وإيه أنواع أسماك تانية عندكم؟ في بقى بربوني، في دينيس، في قاروص، في سمك لوت، في وقار. أنت قلت عندك نوع جمبري معين ده بتاعك كنت مشهورين بيه. ده فواكه البحر والأزاز. على الرغم ان راس البر بلد ساحليه ومشهوره بالاسماك، ولكن ما ينفعش تيجي راس البر الا لما تدوق الفطاير والبيتزا. اكتر ناس متخصصين في عمل الفطاير والبيتزا في راس البر. راس البر اتطور فيها صناعه الفطير من كتير، يعني الفطير كان الحلو كله في مصر بيبقى ساده وعليه سكر او جواه كريمه. النهارده بنعمل فطيره اللي هي بالتفاح والقرفه وعين الجمل، الفطاير اللي هي اللي بالفواكه او الشوكولاته بجميع انواع اللي هو الحلو. الفطير الحادق كان زمان جبنه رومي او جبنه بيضة، دلوقتي احنا عندنا الفطير بعد دخول البيتزا الايطالي مصر بنحاول بمنتجاتنا نوصل لشبهه. في فطير محشي مكسرات، في فطير محشي بقى اللحوم، الاسماك، الجبن. راس البر عائليه قوي، نظيفه قوي بصراحه، حاسه بامان. هنا غير الموضوع، غير احساس حلو ان انت في وسط عيلتك في وسط ناسك، انا بحبها بصراحه يعني. بحب دايما منطقه السوق بالاكتر عشان بيكون فيها المطاعم اللي بيكون فيها برضو الاكل اللي احنا مش بناكله في اي بلد تانية. راس البر فيها خروجات كتير زي مثلا اللسان، لما نروح نتفرج على النقطه اللي بيلتقي فيها نهر النيل بالبحر الابيض، فطبعا ده منظر تحفه ومش موجود اصلا غير عندنا هنا. وبعد جولتنا في راس البر نحب نقول للاسره المصريه ما تفوتوش الاجازه وتعالوا قضوا يوم هنا، هتتبسطوا جدا. محمد سعد، مساء دي ميسي.